تست كوره، هاتريك باسم مرسي مع منتخب مصر كان في ماتش ايه؟ ما مش فاكر. تشاد تصفيات كاس افريقيا 2017. انا هتلاقيني زيرو في الموضوع ده. مثلا نهائي مونديال 98 كان بين مين ومين وخلص كام؟ فرنسا والبرازيل 3-0. لا يا راجل. مونديال 2002 كان فين؟ كوريا. كان في كوريا. في الكلام كان في كوريا. كان كوريا واليابان. في اي سنة اعتزل مارادونا؟ 97. معلوماتك جامدة جدا. ركلة جزاء لفريقك وانت هتروح تلعبها، قول اسم حارس واحد بس ما تحبش يكون هو اللي واقف في المرمى. المهدي سليمان. خالد قمر رايح انفراد ولازم يجيب الجول وفي مدافع بس قدامك، قول اسم مدافع واحد ما تحبش يكون هو اللي واقف قدامك. ممكن كابتن وائل جمعه. فاضل دقيقه والماتش انتهي وهتعمل باص هيخلي لاعب تاني من زمايلك انفراد ولازم الكره دي تيجي جول وفي لاعب بيفتح لك، تحب مين يكون اللاعب ده؟ ممكن رزاق سيسي. في اتنين رايحين على مرماك ومفيش غير مدافع واحد بس في خط الدفاع ولازم الهجمة دي تبوظ، مين المدافع اللي هيفسد خطورة الهجمة؟ دودور. ماتش مهم ومصير لفريقك، ما ينفعش تخسر وقدامك تلاعب فريق من الاتنين اهلي او زمالك والاختيار بيدك انت، تحب تلعب مين؟ ممكن شوط الاهلي وشوط الزمالك. لقيت آلة زمن هترجعك لوقت فات عشان تغير حاجة في الماضي، تحب ترجع لامتى وهتغير ايه؟ لو رجعت لورا يعني ممكن ان انا ممكن ما كنتش يعني ما مشيش من نادي الزمالك. لو رجع بيا الزمن انا طلبت ان انا امشي من نادي الزمالك فكان ممكن اقعد يعني. نفس آلة الزمن هتقدمك سنين قدام، تحب تقدمك لسنة كام وتحب وقتها تكون فين؟ ممكن كمان 3 سنين كده ابقى في حتة كويسة او يعني على السن 40، 5 سنين كده ابقى مدرب كويس.